لما وصلت للمرحلة الثانوية، وصلت للمرحلة الثانوية بديت نقرأ في القرآن، و يعني بديت نلاحظ بعض الأشياء. كنت نشعر أنه يعني أشياء خاصة فيما يخص المرأة، أشياء يعني حس أنه فيه ظلم نوعا ما للمرأة. لازم على المرأة مثلا تلبس حجاب، يعني أقول علاش لازم نلبس حجاب؟ يعني أنا كمرأة، فوش هو يعني الشيء اللي يخليني نلبس حجاب؟ يعني هذا ظلم. كنت أشعر بأنه ظلم، أنه مثلا المرأة يعني رجل عنده حق مثلا يتزوج مثلا بأجنبية غير مسلمة، أنا ليس لدي حق بأن أتزوج إلا من رجل مسلم. مثلا فيما يخص الإرث، يعني رجل يأخذ يعني كمية معينة يعني من الإرث، أنا أخذ نصف الرجل. لماذا هذا ظلم؟ يعني قلت أن الله بهذه الطريقة يعني في نوع من الظلم يعني للمرأة. حتى في الجنة، حتى في الجنة يعني نجد أن الجنة يعني في القرآن كلها يعني متع للرجل فقط. يعني أين المرأة في كل هذه الأمور؟ يعني أين موقع المرأة المؤمنة فعلا؟ فهذا كان يعني يثير في نفسي يعني غضب شديد. في يوم من الأيام وقفت قلت يا رب أين أنت؟ أين عدالتك يا رب؟ يعني هل تسمح؟ يعني كنت أشوف كذلك بعض الأشياء، يعني قلت يعني يا رب هل فعلا أنت الذي تسمح يعني بكل، يعني تريد فعلا أن تكون المرأة يعني عبدة بهذا الشكل؟ لم أستطع أجد إجابة لأسئلتي. ففي نهاية الأمر يعني رضخت للأمر الواقع، يعني ارتديت حجاب، لبست الحجاب لمدة 10 سنوات، وكنت أصلي، وكنت يعني قلت يعني ما باليد حيلة، لأن طبعا ما كانش يعني أي شيء أمامي إلا القرآن إلا الإسلام. سنة 93 تعرفت على زوجي الآن، وهو كان مسيحي، طبعا هو مسيحي. وبعدين قال لي شوفي خذي الإنجيل وقرأي. قال لي يعني ممكن؟ قلت له جيد. يعني خذيت الإنجيل وقرأت فعلا، ويعني أعجبت فعلا، وأعجبت يعني بالإنجيل، قلت فعلا يعني هذا شيء رائع. ولكن بقيت مدة معينة أنا قبلت المسيح بفكري فقط. يوم الأيام يعني شغلت التلفزيون على إحدى القنوات المسيحية، وكان فيه برنامج، يعني بديت من خلال تلك القناة بدأت أكتشف من هو المسيح. لأني في الحقيقة لم أكن أعرف من هو المسيح، بدأت أكتشف فعلا أن المسيح جاء ليخلصني، أن المسيح أحبني كما أنا بعيوبي بأثامي. وقبل يعني أن أعرف المسيح كنت أبحث فعلا عن من يمكنه أن يحبني بهذه الطريقة، لأن كنت أشعر أن أهلي لم يعطوني المحبة التي أبحث عنها، زوجي لم يعطيني المحبة التي كنت أبحث عنها. فكل شخص يعني حتى أصدقائي، حتى يعني كل شخص كان يحبني ربما لغرض معين، ولكن لما سمعت أن المسيح يحبني هكذا كما أنا بأثامي بأخطائي، لم يطلب مني يعني أن أعمل شيء معين، فأحبني محبة مجانية ومحبة أبدية. فأشعر بفرحة كبيرة جدا. لذلك أنا الآن يعني مستعدة أن أخبر الكل، أريد يعني من الناس كل أن يعيشوا هذه الفرحة الرائعة، هذه الفرحة العظيمة التي أشعر بها. عندما كان المسيح على الأرض شفى الناس من أمراض مستعصية، وقام بعجائب عديدة متنوعة، لم يدعو للعنف من أي نوع، وعلم الناس لكي يغفروا كما يغفر لهم الله رحما، وقدم الله إلها محبا يرغب أن يضحي بكل شيء من أجل أولاده. علم المسيح أن الناس لا يستطيعون أن يعتمدوا على أعمالهم الصالحة لكي يسددوا ديون خطاياهم، فالصالح لا يمكن أن يزيل الطالح. إن دم المسيح وحده يغطي كل خطايانا عندما نعترف مؤمنين به، فنختبر الحرية العظمى، عالمين أننا أبرار أمام عيني الله، وأننا مقبولون لديه من خلال المسيح. قال الرب يسوع المسيح في بشارة يوحنا في الفصل 25: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة،
بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. أطلب من الله أن يعلن الحقيقة لك فتشرق الشمس في حياتك إذ تختار الإيمان بالمسيح.